وفي الكلينيك ما عرفش راسوه علاش جاي هنا ولا اشنو كيدير هنا، ولكن لسبب ما هو براسو ما عارفوش، حس باللي هو وياها مظلومين، هو وياها كيدوزو في محنة في نفس الوقت، ربما يخفاف ما بيه ملي هدر معاها. واخا عارفها ما غاداش تجاوبو، ولكن على الاقل غادا تسمعو، وهادشي اللي محتاجو غير شي حد يسمع ليه. جر يحيى الكرسي وجلس حداها، قال ما عرفتش علاش جيت عندك ولا علاش انتي بالضبط، ولكن حسيت باللي بجوج نقصات علينا الايام، ما عرفتش شنو قاسيتي يا ساره حتى وصلتي لهادشي ولا العذاب اللي دزتي منه، ولكن انتي الوحيده دابا اللي كتحسسني باللي كاين شي واحد حتى هو الزمان والدنيا ما رحموهش، كاين قلب بحال قلبي الداس. عييت يا ساره، عييت. علاش خلاتني؟ علاش ولفاتني نحط راسي عليها ونبكي، ونهار نشفو دموعي ونهار نشفو دموعي خلاتني. انا عارف راسي غالط معاها، ولكن علاش ما صبراتش؟ وهي قسمات باللي عمرها ما تخلى عليا، علاش بقى فيا الحال مورا غيابها؟ ياك انا اللي كل مره كانت كتقرب ليا كنبعدها. حتى انتي بحالي، حتى انتي خلاك، وحتى انتي تجرحتي، حتى انتي لقيتي راسك بوحدك وانتي عرام ديال بنادم داير بيك، ولكن حتى شي واحد ما حاس بيك. داز شحال ديال الوقت ويحيى جالس كيهضر ويعاود لساره، كيحاول يخفف على راسو، حتى شاف دمعه نزلات من عينيها. في الاول يحسب ليه باللي غير كيتخايل، حتى قرب وبانت ليه. ناض كيجري من بلاصتو، كيعيط على الطبيب اللي بدورو جا طلع على ساره وطلب منه يخرج باش يفحصوها. وفي مكان اخر فيلا محلولين بيبانها، والناس داخلين وخارجين، اجواء حزن والم مخيمه على المكان، عشرات الطموبيلات محطوطين في الباب، بنت في العشرينات وجهها زوين وجالسه في كرسي وساكته وكتشوف. اللي يدخل كيجي يعزيها ويعنقها، محاولين ما امكن يخفوا عليها مصابها، ولكن في بحال هاد الحالات الكلام والتعبير كيخونوا قدام فقدان الام. وبالرغم انها ما عاشتش معاها السنوات الاخيره بزاف، بحكم انها تحولت باش تعيش في الولايات المتحده الامريكيه وتكمل قرايتها تما، الا ان علاقتهم كانت باقه وعمرها ما حسات بشي حاجه ماشي حتى تما، ولا ان الام ديالها عندها شي مشكل. كانت جالسه كتشوف في الفراغ حتى جباها، قال ليها رشيد بنتي مروه نوضي طلعي لبيتك ترتاحي. مروه حركات راسها بالله، وهو مازال كيهضر باش تطلع، حتى دخلوا البوليس. وقال البوليسي مسيو الوزاني البركه في راسكم. قال له رشيد شكرا كاين ما نقضيو؟ قال الشرطي الثاني على ما جانا في المحضر وفي تقرير التشريح الطبي المرحومه ماتت بتسرب الغاز، وكيف كتعرف بحال هاد الحالات ضروري ناخدو اقوالكم ونفتحوا تحقيق، يقدر يكون انتحار ويقدر يكون قتلها شي حد. انفعل رشيد وقال واش هاد الشي كيهضروا فيه الناس دابا؟ قال له الشرطي الاول احنا مقدرين ظروفكم وعارفين اللي كاين، ولكن هاد الشي لمصلحتكم انتوما الاولين. جاوباته مروه ببرود يمشيو الناس وفي الليل اجيو تاخدوا اقوالنا، سمحوا لينا دابا عندنا جنازه. جرات باها وزادت، وفي القصر عند سحر فاقت كتكسل ومارسات روتينها الصباحي، فترات وجات طالعه لبيتها حتى وقفاتها الحاجه وقالت سحر اجي نهضر معاك. تبعتها سحر للصالون وجلسات، قالت فاش غنهضر؟ قالت ليها الحاجه فاطمه انتي وسيف. سكتات سحر كتسناها تكمل هضرتها، وهي تقول امتى ناويين تفرحونا انا والحاج؟ ابتسمت سحر وقالت ما فهمتكش. قالت الحاجه فاطمه قصدت باللي خاصكم شي وليد ولا بنيته يعمروه عليكم وعلينا. قالت ليها سحر واش كتهضري من نيتك
بحال ليلى انتي ما عارفاش كيفاش تزوجنا انا وولدك. وهي تقول الحاجه فاطمه، ايوا داكشي كان وداز، ودابا راكي مراتو وما غادا تخرجي من هنا الا لدار البقاء. سحر وقفات وقالت ماشي انتي اللي كتقري، امتى غادا نخرج انا من هنا؟ حاجه فاطمه شافت رقيه وامها كيطلو، وهي تنوض قربات عند سحر وجمعات معاها بتصرفيقه بجهدها كامل حتى تجرح ليها جنب فمها، وقالت قليله الترابي. سحر بقات كتشوف، ولكن في الاخر طلعت لبيتها كتجري ودموعها نازلين، وتلاحت نيشان فوق الناموسيه كتبكي وتغوت. حسات بالحقره في هاد اللحظه، فاش من حق تمد عليها ايديها. ديك التصرفيقه رجعات لسحر كاع الذكريات الخيبه اللي دوزات من نهار جات لهاد البلاصه لدابا. كل تصرفيقه كلاتها من عند سيف، وزيد عليها هادي من عند امه، ولا اللي جا كيحط عليها ايديه. يا ريت لو كانوا والديها عايشين، غدا تعنق امها وتشكي وتبكي على ما داز عليها من نهار خلاوها لدابا. ويا ريت لو كان باها كان باقي عايش، غيدافع عليها وما غيخليش حد يأديها. هادشي كامل جا في بالها وزاد في بكاها. وفي الليل داخل الفيلا في الرباط، العزايا بداو كيخرجوا كيسلموا على مروه ورشيد اللي بقاو غير بوحدهم في الاخر مع الخدم. قالت مروه تقدر تعود ليا دابا شنو طرا ملي سافرت حتى لدابا؟ قال لها رشيد ما عندي ما نخبي عليك بنتي، ماماك فهاد الايام الاخرى كانت غير جالسه وساكته، وملي كنجي نهضر معاها كتبدا تغوت وتبغي تادي راسها، ما بقاتش حاملاني بحال شي واحد كيحرجها عليا، ولكن ما عرفتش شكون. تخيلي معايا لدرجه بغاتني نطلقها، طلبت لي الطلاق. من بعد عرفت انها كانت متبعه مع شي طبيبه نفسيه. قالت مروه اشنو هداك فين حالتها زادت، ولات كتعطيها دويات ديال النعاس ومهلوسات باش تكالما، وبدات كتقنعها باللي تطلق مني. ما عرفتش علاش بنتي، ولكن الا كان شي واحد هو السبب في موت ماماك راه الدويات ديال ديك الطبيبه هما اللي حمقوها. مروه النار شعلت فيها، قالت اشنو ترى نهار ماتت؟ سكت شويه وقال كنت في الخدمه عندي اجتماع مع واحد السيد، ساليت معاه ورجعت للدار، دخلت كنشم ريحه الغاز، كنشم ريحه الغاز، لقيت الغاز مطلوق، ماماك في بيتها ناعسة أولا بالأحرى ميتة. مروه حبسات دموعها وقالت بابا البوليس ما نبغيه يعرف والو على حالة ماما النفسية ولا على العلاج النفسي اللي خدعات ليه. قال ليها رشيد علاش؟ قالت أنا عارفة علاش، من بعد بابا ونقول ليك. قال ليها رشيد على خاطرك بنتي. هما كيهضروا حتى دخلوا عليهم ثلاثة ديال البوليس، خداو إفاداتهم وخرجوا. نرجعوا للمنطقة ديال سيف، داخل دار كبيرة مفرشة مزيان، جالسة شريفة وحاطة إيديها على وجهها كتفكر، حتى دخل نور الدين وقالت عمدرا. قال ليها مازال كيقلب، واش غنخافوا منه ولا شنو؟ حتى لإمتى غتبقاي هاربة؟ قالت له شريفة ما خايفينش منه، ولكن ما بغاش ندخل معاه في مشاكل، يحيى وعائلته بحال اللعنه، الى لحقاتك عمرك غتهنى منها. قال ليها نور الدين ودابا اشنو الحل؟ انا عندي الفلوس الحمد لله ما خصناش، نوجد ليك الوراق ونصفرك برا. قالت له شريفه لا، حيت يحيى غادي يقلف كاع البلايص وغيمشي عند سيف يعاونه، وسيف غيقلف المطارات كاملين، ولكن ما غطيحش عليهم في البال انني مازال غير هنا في هاد المنطقه وحداهم، نمشيو للرباط. جالس في قهوه كيتسنى المحامي يوصل، بقى كيساين شي ساعتين كيعيط عليه ولكن ما كيجاوبوش، وبدا كيدخلو الشك. احتاج عنده السيرفور وقال له مسيو هاد الاتصال ليك. المهدي استغرب وقال ليا انا؟ عطاليه التليفون ويلا بغى يسول شكون، وهو يرد عليه الصوت كان سيف الدين. قال المهدي الصادقي المحامي تعطل وقيلة لا
المهدي العرق بدا كيبان في وجهه بالتوتر وقال: سيف. قال له سيف الدين: اسمعني يا سي، هادي اول مره واخر مره غادي نهضر معاك في فمي. بغيتي دير محامي ديرو، ما كتخلعني لا انت ولا هو، ولكن مراتي غادي تخرج من سوقها. يلا المهدي بغى يجاوبه وتقطع الخط، وخد السيرفور التليفون وخلاه مصدوم. استهون بسيف بزاف، خاصو يعرف راسو محامي. سيف وحمزة كل واحد كان في خدمته، ما كملوا خدمتهم حتى وصلت 9 الليل. عاد خرجوا كل واحد في الطوموبيل. حمزة مشى نيشان الكلينيك كيف ما عادته، كيطل على سارة وعاد كيمشي ليقصر. حتى كيقرب الصباح عاد كيدخل، عيا مع سيف باش يمشي معاه ولكن رفض كليا، خاطرو باقي مغير من جهة سارة وبزاف صعيب عليه ينسى ولا يتناسى ما دارت. دخل سيف للقصر عيان، باغي غير امتى يطلع ويحط راسه. سلم على والديه وطلع لبيته، دخل القاها دايره وضعيه الجنين وناعسه. مشى قرب حداها وحيد خصلات الشعر اللي كانوا طايحين على وجهها، حتى بانت ليه الضربه حدا فمها، وبدا كيفيق فيها. سحر سحر، بدا كيزعزع فيها حتى فاقت. حليت في عينيها الخضر اللي من تحت كيبانو حمر بكثرة البكا اللي بكات اليوم. قالت: جيتي؟ قال: اه جيت. شنو هاد الشي؟ حط ايديه على فمها وهي تهرب وجهها. قال: شكون دار ليك هكا؟ عمرو عينيها بالدموع وقالت: والو. سيف زير ايديه وبلا ما يزيد حتى شي كلمه ناد صاعر، انزل بالضربه في الدروج حتى وصل عند والديه لتحت. قال: شكون ضرب سحر؟ سحر نزلت كتجري ووقفت في الدوج وهي تقول حاجة فاطمة: أنا. سيف الدين قرب حداها وعينيه في عينيها وانطق هو إيديه مزيرها. قال: ماما مراتي خط أحمر. قالت له الحاجة: مراتك قليلة الآداب. هزات صوتها عليا. قال لها: ماما. هزات صوتها عليك، تسنيني نجي وقوليها ليا. اضربيها؟ لا. قال الحاج: سيف رمك اللي واقفه قدامك. سيف الدين قال: عارف، وكون ما كانت شمي كانت غدا تكون هضرة اخرى. قال الحاج: امك عليك بالاحترام. قال سيف الدين: ومراتي عليكم بالاحترام والثقة. سحر هادشي اللي داز قدامها حسات براسها معاها راجل، فرحتها كانت في شكال. الحكرة اللي حسات بها قبيلة ما بقاتش، عجبها الحال حيت كل مرة كيدير لها قيمة واعتبار قدامهم، كيحسسها بالأمان. دار سيف وشاف صحن ومد لها إيديه، شبكات إيديها معاه وطلعوا لفوق وهي تقول الحاج: أنا عارفة شغلي معاها. قال الحاج: جمعي إيدك الحاجة عندك، حتى أنا ما بغيتش نهضر، ولكن مراتو ما تقيسيهاش، انتي عارفة سيف كي داير. وفي البيت عند صحن قال سيف الدين: جمعي حوايجك وحوايجي وتسنايني هنا. سحر شداته من ايدو قبل ما يخرج وقالت: شكرا. قال لها سيف الدين: غادي نتحاسبو على هزام الصوت، غير ما تفرحيش. جاب لي هالضحكه بهدرتو سكيزوفرين. يلا كان كيدافع عليها قدامهم. انزل لتحت كيهضر مع ليكارد، حتى خرج عنده حمزه اللي كان عاد دخل وعودات ليه الام ديال سيف. قال حمزه: فين غادي؟ قالو سيف: ما غنبقاش هنا. وهو يقول حمزة: وما تزيدش فيه، مشكل بسيطة صاحبي، كيطرف أي دار. قالو سيف: ما بسيطش حمزة، ما بسيطش، راها مراتي، شعرة منها ما خصهاش تقاس، واخا تكون ماما. قالو حمزة: حتى هي غلطات وما هدرتيش معاها، بالعكس دافعتي عليها. قال ليه سيف: أنا مراتي كان دافع عليها قدام الناس، ولكن كان حاسبها بيني وبينها. حمزة تأفف وقال: وفين غادي يا صاحبي دابا؟ انت عارف الخطر اللي داير بيكم، ادي معاك ليغارد. وقبل ما يكمل هضرته قال له سيف: مراتي قادر نحميها ولو نفديها بروحي. زاد وخلى حمزة غير كيشوف في عناده وراسه القاصح. طلع الفوق ولقى سحر جامعة حويجها وقال سكت سنة. ادخل دوش ولبس حوايجه
وخرجوا هو وياها شادين في ايدين بعضياتهم. وسيف هز اليد الاخرى باليزة صغيرة. قال له الحاج: سيف الله يهديك ولدي. دار عند الحاجة كيغمز ليها بعينيه ولكن رفضت تدخل. اعتبرت المسألة عزة نفس مع سحر وسكتات. خرجوا من القصر بعد ما هدر مع ليكارد وحمزة وديما رمشة. وبعد ساعتين ديال الطريق وصلوا لقدام مجموعة ديال اليخوت. انزل من الطوموبيل ونزل الباليزة وشد في سحر وزادو وركبوا في باطو ديال سيف وشقوا طريقهم في البحر. وسحر غير كتشوف باغي تسولو شنو كيدور في راسو ولكن خايفة. هدوءه ما كيبشرش بالخير. وفي فراش وسط بيت كبير سحر عريانة كلها ولايحة الغطا فوق منها ومتكية فوق صدر سيف الدين وناعسة. أما سيف الدين كان حال عينيه وكيفكر. وفي دار يحيى جالس يحيى ومعه حمزة والطبلة عامرة بقراعة الشراب بالأشكال والأنواع. قال حمزة: عادي أصلا كلهم هكاك. قال له يحيى: واش أنا غلط؟ قال لي حمزة: شوية. لا لا شوية بزاف. هو يقول يحيى: أنا ما كان بغيهاش. أنا ماتت اللي كان بغي. ومات معها كل شيء. حمزة ابتسم ابتسامة مرار والسكرة غالبة عليه وقال حتى أنا. قال له يحيى: حتى أنت كنتي كتبغي نادية. حمزة بالسكرة اللي فيه ولكن غير سمعوا قال هكاك وهو يتوقف. قال لي: نادية مرات سيف. قال له يحيى: وداه النحاس. حمزة تصدم وجبت في البلاصة تليفونه وبدا كيعيط لسيف ولكن ما كيجاوبوش. ناد كيتاقل في مشيته ومشى نيشان للدوش كيخشي راسو تحت من الماء باش يوعى. وغير فاق ومشى طلع على يحيى لقاه باقي لا يحرج ليه وناعس. طلع بالحس الفوق نيشان البيرو ديالي وبدا كيقلب حتى وصل المجر اللي فيه واحد الخزنه. بغى يحلها ولكن والو. وفي القصر كان الحاج قال: انتي اللي غلطه الحاجه. قالت: هذاك ماشي تصرف اللي دار معايا سيف. ربي وقري وفي الاخر تجي مراتو اللي تزوجها بالزز تقلبوا عليك. قال لها الحاج: وعاد داك النهار باغانا نعاودوا ليه الحقيقه. قالت: انا مو ابغى ولا كره والحقيقه الحاج جاي شي نهار وغدا تبان على مال ناديه قبل ما تموت لمن عودات. قال لها الحاج: لا انا متاكد ما عودات حتى لشي واحد وما تقدرش اصلا. ودابا ما كاين لاش نجبدو هادشي. هي ماتت ومات معها سرها والقابله اللي كانت عارفه راها ماتت بكسيده كيف ما قال لي ولدها. قالت له الحاجه: انا خايفه يكون هذاك ولدها غير كذب علينا ولا تكون معوده ليه حتى هو شي حاجه. قال الحاج: ما نظنش غدا تخاف عليه. وهي تقول الحاجه: ايوا الله يخرج هادشي على خير. إلا تعرفات شي حاجة في هاد المنطقة اللي احنا ساكنين فيها غدا تقلب سفاها على علاها فوق راسنا. هاد الحوار كامل داز على ودنين رقية اللي كانت طالقة ودنيها حتى هدرات امها موراها. قالت ربيعة: ايش كدير يا بنت الحرام؟ رقية تخلعات وقالت: والو امي الله يسمح لي قفصتيني. ربيعة قالت: سمعتي شي حاجة؟ قالت لها رقية: لا 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 ما سمعتش. وهي تقول ربيعة: شوفي يا بنتي هاد الدار إلا بغيتي تبقاي عايشة وتضمني حياتك اديها في راسك من الأحسن. ومن الأحسن ما تسمعيش شي حاجة الله يرضي عليك بنيت. قالت لي رقية: وخم. زادت وهي في حيرة من أمرها أشنا هي الحاجة اللي مخبينها على سيف الدين وعلى كل شي. ونادية عرفاتها. اطلع الصباح على أبطالنا. سحر اللي فاقت كتكسل وبقيت كتشوف سيف الدين وملامحه. سيف الدين ابتسم وقال: ها تحتي قفزها وحشمات. وقالت: ما يعجبكش راسك راه غير حيت كتبان ضريف وانت ناعس. قال: راني ضريف. اغمزها. وقال: انتي اللي ما كتعرفيش ليا. بقيت كتشوف فيه وجات نايضه من بلاصتها احتجرها من ايديها وتزدحات فوق سطول. قال: حولتي عيني. عودات نفس الحركة بلا ما تحس. وقالت: اه
ما حسات براسها حتى قلبها على كرشها، وولات مؤخرتها نيشان قدامها. قالت اش كدير؟ ضربها بالجهد لمؤخرتها حتى غوتات، وقال من الأدب ما كان قلبوش عينينا من اللي كيهضروا معنا الناس، وضربها شحال من ضربة بالجهد في إيديه حتى ولات حمرة من اللون. سحر كانت كتحس بالألم، ولكن في نفس الوقت كانت المتعة جارفاها. نوضها من إيديها وجلسها فوق رجليه، وخشى وجهه في عنقها وبدا كيهمس في ودنيها. آخر مرة تقلبي عينيك وأنا كنهضر معاك. نزلت راسها كتقول له واخا. يلا بغى يبوسها وهي تبعد. قالت فيا الجوع. ابتسم وقال انا ما كنعرفش نطيب، راه الكوزينه. ناضت سحر كتكسر، دخلات تدوشات وتبعها سيف، ومشات الكوزينه كتوجد وهو واقف في الباب متكي عليه وعينه عليها. وفي القصر دخل الجارد وقال الحاج، المراه ديال ديك النهار جات خالت المدام سحر. قالت الحاجه ما كتساليش لا هي لا مشاكلها لا خالتها. وهو يقول الحاج سكتي وخلينا نفهموش بغات، خليها تدخل. دخلت لطيفه بخطى ثابته وجلست وقالت بغيت بنتي سحر، بغيت نهضر معاها هي وراجلها. الحاج قال ما كاينينش ولكن مرحبا بك. قالت له لطيفه فين اداها وفين مشاو؟ قال ليها الحاج مسافرين. وهي تقول لطيفة عيط ليه دابا يجيبها، راه خاصني نهضر معاهم وضروري. الحاج شاف حتى عيا ودوز لابيل لسيف الدين. سيف الدين كان مقابلها وهي كتطيب وكتمايل بجسمها حتى سمع التليفون كيصوني. بعد عليها وطلع الفوق قال السلام عليكم. قال له الحاج وعليكم السلام ولدي، امتى غادي ترجعوا؟ قال له سيف الدين علاش؟ قال خالد سحر جات وجالسه في الدار باغا تهضر معاكم. قال لي خليها معاكم، ها احنا جايين. يحيى فاق الصباح راسه ثقيل عليه، غير بدا كيحل عينيه وشاف حمزه جالس قبالته وكيتسناه يفيق. حمزه حاط دوسي قدامه كيهضر تحت سنانه. علاش تقرير الشرطه على موت ناديه عندك؟ قال يحيى كيفاش؟ ناض بالخف وخطف الدوسي من ايدو وقال شكون عطاك الحق تقلب في حوايجي؟ حمزه ناض في البلاصه وشنق عليه وهدر من تحت اسنانه. انت اللي قتلتيها، انت شفت حوايجها هنا، صورها. بدا كيزدح فيه بالجهد مع الحيط وكيهضر. قال له غدرتي ولد عمك، قتلتي ليه ولده ومراته، غدرتيها يحيى. يحيى بلا ما يجاوب نهار كيبكي. وفي القصر جالسة على أعصابها وخا ما كتبينش، ولكن الداخل ديالها معالم به غير الله. بقات جالسة هكاك حتى شافت لي جارد حلو الباب، ودخلت سحر اللي غير شافت خالتها ومشات كتجري تلاحت كتعنقها حتى وصل عليها سيف. قالت له لطيفة بغيت نهضر معاك. شار ليها بإيديه بمعنى تفضلي. بغات تلحق عليهم سحر وهو يمنحها براسه. وصلوا للبيرو وجلسات لطيفة وقدامها سيف الدين اللي قال لها هضري. قالت أنا ما يمكن لياش نبقى بعيدة على بنتي كتر، داكشي علاش قررت نعيش معاكم حتى تلقاو شي حل وسط وتطلقوا. سيف الدين ابتسم وقال مرحبا، غير هو جلستك معانا غدا تطول حيت الطلاق ما كاينش. قالت له لطيفة ماشي بخاطرك. سيف الدين جمع الوقفة حيت عارف راسو إلا زاد معاها ما غيتحكمش في راسو. قال اللي عندي قلته. مرحبا بيك. لطيفة بقات كتشوف وخرجات مخلية موراها وحش، بقى كيضرب إيدو مع البيرو. خرجات لطيفة من عند سيف وجراتها سحر وطلعوا لبيتها، بينما كيصيبوا ليها فين تبات. وهي تقول لطيفة عاودي ليا كل شي من الأول حتى الأخر، إيش دار ليك هاد القتال؟ جاوبتها سحر شكون قال لي قتال؟ وهي تقول لطيفة في السبيطار من اللي فقت. قاطعتها قبل ما تكمل هضرتها وقالت كيفاش من اللي فقتي؟ قالت ليها ايها بنتي ماشي من اللي غبرتي داك النهار، خرجت كنقلب عليك ونديكلاري وبت الفول بكا دخلت فيا طوموبيل شحال وانا مغيبة. سحر دات ايديها على وجهها وقالت اويلي. وهي تقول لطيف
والله وكون ما هداك المحسن اللي ادالي الكلينيك وكان كيخلص باش يتهلاو فيا. هادشي اللي قالت لي واحد الفرمليه تما. سهرت لاحت عليها وعنقاتها ودموعها سايلين. قالت الحمد لله اللي ما طراليك والو. قالت ليها لطيفه انا معاك دابا وغدا نخرجك من هاد القصر الملعون. وهي تقول سحر شكون جا عندك للسبيطار وقال لك باللي سيف قتال؟ لطيفه كتحاول تفكر وهي تقول واحد الشابة بنتي جا وعاود ليا كيفاش سيف تزوجك بزز منك وباللي هو لقتيل الناس عنده بحال اللعب. سحر قلبات عينيها وقالت ماشي حتى لديك الدرجه. وهي تقول لطيفه اشنو؟ قالت والو والو كتهضري معاه مازال؟ وهي تقول لطيفه لا ولكن خلى ليا نمرتو. ها هي خداتها سحر كتشوف فيها وهادشي كامل داز قدام سيف الدين اللي تفرج فيهم من البدايه حتى الاخر. غير على ايديه وبقى كيفكر في هاد الحريره وفي مكان مجهول. قال واحد الشخص سيدي شفنا حمزه خارج من الدار عند يحيى وكيمسح الدم من ايديه. جاوب واحد الشخص اخر وهو كيضحك مزيان خليهم يشبكوها بيناتهم وحنا نتفرجوا. وهو يقول الشخص الثاني الوالده نخاف غير تقلب علينا هاد الشيء. جاوب الشخص ما تخافش. وفي الكلينيك كيف ما العاده كيدور على المرضى وكيشوف الوضع ديالهم حتى وصل عندها ابقى شحال كيشوف فيها. يلاه جا غادي حتى كيحس بشي ايد شدات في ايديه ومشى بالزربه عيط على الطبيب المسؤول على حالتها اللي بدا كيفحص فيها وهي ما فاهمه والو غير كتحل عينيها وتعاود تسدهم. وقالت بصوت ضعيف فين انا؟ جاوبها الدكتور مادموزيل ما تهضريش دابا ارتاحي. حمزه رجع للقصر وعقله ما معاهش كيتفكر في الحوار اللي طرا بينو وبين يحيى. يحيى وهو منهار قال ما قتلتهاش ما قتلتهاش انا مت معاها. حمزه طلق منه ورجع خطوه اللور وكيشوف فيه وقال اش كدير تصويرتها وحوايجها والتقرير عندك؟ قال يحيى انا كنت كنبغيها ومستحيل نقتلها. انا كنت نفديها بروحي. انا ما كنحملش سيف حيت الدالية كاع داكشي اللي بغيت ولكن مستحيل نقتل ليه مراتو مستحيل نقتل نادية. قال له حمزة ومخبي حوايج مراتو عندك؟ يحيى ما حس حتى جاتو ضربة لوجهه خلاتني فسايل بالدم. وهو يقول له حمزة انت ماشي راجل وكون كنتي راجل ما تبقاش حاط عينيك عليها وهي مرات ولد عمك. لاح ليها جوج كلمات وخرج ساخط وصل لقصر وحط الطوموبيل ودخل نيشان البيت وسد عليه. وسيف كان جالس في البيرو خدام احتاجه اتصال باللي اختو فاقت. ناض بخطى تقال ومشى عند سحر البيت اللي كانت كتهضر هي وخالتها وعغير شافوه سكتو. قال لبسي حوايجك غنمشيو عند سارة نجيبوها. سحر صدمات وقالت فاقت. سيف الدين نزل راسو وكيقول ليها اه ودخل كيدوش. وحتى سحر ناضت ولبسات لطيفة شدات في ايد سحر شكون سارة؟ قالت اختو. وهي تقول لطيفة مالها؟ قالت ليها سحر قصة طويلة حتى نرجع ونعودها ليك. خلاتها موراها وطلعت حدا سيف الدين كان غادي سايق ومكونسونطري في الطريق حتى تفكر هو يقول نلقاك واقفه ولا كتهضري مع داك الرويجل احسابي معاك غيكون شكل اخر. سحر نسيت المهدي وهي تقول شكون الرويجل؟ دار شاف فيها وعاد قال المهدي. قالت سيف هذاك مجرد صديق. وباقي ما كملتش هضرتها فرانه بالجهد ودار عندها وقال هضره وحده عندي ما غنعاودهاش. سحر ما حاولتش تزيد معاه في الهضره بقات ساكته حتى وصلوا قدام الكلينيك فين نعسه ساره. نزلوا من الطوموبيل وهي تشد في ايدين سيف جاه العجب ولكن هي عارفه مزيان علاش دارت هاد الحركه. عارفه راسها كي غتدخل غيبغي المهدي يهضر معاها وهي ما باغاهش يتضرر. عارفه سيف مزيان ما غيعقلش عليه. وصلوا عند ساره ودخلات سحر تشوفها
أما زيد مشان يشان البيرو ديال الدكتور المسؤول على حالتها. سارة غير شافت سحر وابتسمت، قالت ليها على سلامتك، وهي تقول سارة حتى الموت ما قبلتنيش. قالت سحر ما تقوليش هكا، المهم دابا رجعتي لينا بخير. قالت سيف جمعك؟ جاوبتها اه، وهي تقول سارة ما باغيش يشوفني ياكي، ما كرهتش كون مت وما نبقاش عار عليه. قالت سحر سارة ما تقوليش هكا، اعطيه وقت حتى هو راه ماشي سهل عليه هاد الشي، وما تقوليش باغي ليك الموت حيت هو اللي هزك كيجري بيك لهنا. وعلى هاد الهضرة نزلت دمعة تأنيب ضمير على عينين سارة وعند الطبيب المشرف. قال سيف الدين حالتها دابا مزيانة؟ قال له الطبيب لحد الآن مزيانة، ولكن ضروري تبقى تحت المراقبة. قال له سيف بغيتها تخرج اليوم. قال الدكتور ولكن قاطعوا سيف وهو يقول أشنو الإجراءات؟ الدكتور حنا راسو بلا حول ولا قوة إلا بالله، وطلب منه يتفضل باش يسيني الوراق. دخلت الممرضة وعلمات سحر وسارة اللي طلبات من سحر تخرج باش تلبس. شي اللي جال سحر في شكل إياك غير بنت بحالها، ولكن في الأخير سكتات وخرجات وبقات واقفة كتسنى برا حتى حسات بشي إيد جراتها ودخلاتها البيت وسدات. يحيى اللي خرج من عنده حمزة وهو جالس في الأرض كيعيد في حسابات وكيتفكر أي حاجة دارها خايبة ولا زوينة، وقال بغل ديتي كل شي يا سيف كل شي ما خليتي والو. ناض ولبس حوايجو قاصد نور الدين باش يسولو لتكون شريفة عيطات ليه ولا عنده شي خبار جديدة عليها. بالكلينيك سيف الدين كان وقع على الوراق وسالة، بقى كيهضر مع الدكتور وكيطمأن على وضع الجميع اللي أكد عليه باللي وضع سارة محتاج لطبيب نفسي حيت حالتها النفسية يمكن تأثر سلبا على الجنين. ولكن سيف الدين قال له أن الوضع تحت السيطرة وما غيطرى والو. سال معاه وهو يمشي نيشان البيت سارة ودخل وكتبان ليه جالسة غير بوحدها، بغى يمشي عنقها يعنق اختو الصغيرة اللي كان باها وخوها وكل شي مجموع فيه، كان ليها كل شي من صغرهم هو كيحميها. سيف الدين بدا كيقلب بعينيه على سحر حتى نطقات سارة والدموع في عينيها. سيف قال ليها سكتي وعطاها بالظهر، خارج كيقلب على سحر حتى عودات نطقات وهاد المرة شهقاتها مسموعين. قالت أخويا الله يخليك سمعني. دار عندها سيف ببطء وقال انتي خنتيتي قتي فيك، فات وقت الهضرة بزاف. سارة بدات كتبكي بالجهد، أما هو عطاها بالظهر وخرج كيقلب على سحر وكيدعي الله ما تكونش مع المهدي وإلا ما غيعقل لا عليها ولا عليه. لقى ممرضة دايزة وهو يعطيها أوصاف سحر وسولها واش شافتها. قالت له ديك البنت واقيلا شفتها داخل لهاديك الغرفة. سيف الدين مشى نيشان والدخان خارج من ودنيه، حل الباب وجاو عينيه نيشان في سحر اللي الخلعة كانت قريبة تسكت لها القلب، كانت بوحدها ولكن توترها خلى سيف يشك. بدا كيدور عينيه على الغرفة كاملة وقال اش كديري هنا؟ سحر توترات وقالت والو غير ضرني راسي ولقيت هنا خاوي وقلت نتكا علاين مسالات سارة. جات حداه وشدت ليه في ايديه وقالت يلا. قال غير ديريها فين تجيك. دفع هاد زيد قدامه وزاد حتى هو ومرة مرة كيدور وجهه يشوف واش كاين شي واحد، حتى خرج وسد الباب وهو يتنفس المهدي الصعداء. كان مخبي مورا الباب. مشاو البيت سارة وسحر طلبات منهم كرسي حيت سارة بكثرة ما نعسات كان خاصها واحد الحصة ولا جوج ديال الترويض باش ترجع تمشي. جابوا ليهم كرسي متحرك جلسات فيه سارة، وسحر دفعاتها حتى وصلوا برا وعاود عاوناتها حتى وقفات وركبات
أما سيف كان غير مخنزر، قبل ما يطلع للطوموبيل هز راسه لفوق وهو يبان ليه المهدي كيشوف فيهم من الشاج. سيف خنزر فيه حتى نزل عينيه على تركب وديمارة باش يمشيو للقصر، وفي الطريق شعل تليفون وهو يلقى بزاف ديال لي زابيل من عند حمزة. دار سينيال ووقف جنب الطريق، قال مالك صاحبي وقع شي حاجة؟ حمزة سكت وقال والو. قال له سيف الدين 10 ديال لي زابيل مع الربعة الصباح ووالو. قال له حمزة كنت بيلا صاحبي فوت شوية في السكرة وطلعت لي عليك. سيف الدين قال مخلي الشهبات وطالع عليك عليا أنا، الله يرد بيك. حمزة ضحك وقال آمين، اقطع عليه وكمل سوقان وخا ما تخليهش هاد الشي لدماغه، ولكن فضل يدوزها حتى يوصلوا للقصر وإلى لقاه غادي يهدر معاه. يحيى كان قدام دار نور الدين، بدا كيدق في الباب وشريفة لداخل جالسة كتفرج حتى كتسمع الدقان. قالت أشلون نسيتي عاود تاني يا نور الدين؟ لبست بانطوفتها وقربات حدا الباب، يلا غيعاود الدقان حتى حلات الباب. ولحظة صمت ولحظة صدمة كانوا طاغين على الموقف، هو كيشوف فيها وما متيقش وهي كتار منه. ايش هاد الزهر اللي خلاها تحل الباب هاد المرة بلا ما تشوف في العوينة على غير عادتها؟ اما هو ما متيقش عيني، شحال هو كيقلب ما خلى حتى مدينة في المغرب وحتى خارج المغرب، المطارات السبيطارات، وفي الاخير يلقاها حداه وعند خوها اللي حلف باللي ما عندو عليها حتى شي خبار. ابقاو بجوج كيشوفوا بعضياتهم، وما جا يحيى فين يستوعب حتى كانت شريفة ضرباتها الفيقة من صدمتها وزدحات في وجهه الباب وطرقات بقاع القفولة اللي عطى الله في هذاك الباب، ومشات كتجري لداخل نيشان لبيتها وبدات كتبكي بالخلعة وهي كتسمع يحيى كيزدح في الباب وكيغوت بسميتها. فكرت حتى عيات ولقات شخص واحد اللي غيقدر يعاونها ويوقف ضد طغيان يحيى في هاد اللحظة. كان غادي سايق حتى جاه اتصال، قال سيف الدين الو شكون معايا؟ حبسي البكا وهضري مقاد باش نسمعك. عرفتك، كيفاش؟ هانا جاي. اقلب الدورة حتى مالت سحر وسارة اللي كيسمعوه وما فاهمين والو. شوية وكان سيف واقف قريب لدار نور الدين، ولكن وقف الطوموبيل في الدورة، ومع ذلك صوت يحيى وهواتو واصلين حتى لعنده. دارو قال ما تنزلوش من الطوموبيل. سحر قالت اشنو واقع؟ قرب ليها وحط ايديها على ايديها وقال ما واقع والو غير ما تنزليش. اوكي سحر قالت له واخا، وقال لها سيف الدين كتعرفي تسوقي؟ قالت علاش؟ قال سيف الدين إلا تعطلت بزاف كسيري وما تشوفيش موراك. زاد خلعها وقالت علاش اش غيوقع؟ قال ليها ما غيوقع والو، ولكن في حالة ما إذا وقع كسيري نيشان القصر. قالت اوكي. نزل وهي تشدو سحر من ايدو حتى دار وشاف فيها وعنقاته، ابتسم ليها ونزل وهي تقول سارة غيد دابزو. دارت سحر عندها وقالت شكون؟ قالت ليها يحيى وسيف، ولا سيف ونور الدين. سحر تفكرات يحيى ودارت عند سارة والخوف في عينيها وقالت علاش وفين احنا؟ وهي تقول سارة هادي دار خمرات يحيى نور الدين. ما عرفتش شنو واقع، ولكن صوت يحيى كيغوت واصل حتى لهنا. سكتات سحر وحاولت تسمع، وبالفعل كان صوت راجل كيضرب شي حاجة وكيغوت. قالت ولكن علاش وانتي جالسة كتهضري رخوك هذا ما خايفاش عليه؟ بتسمات سارة وقالت انتي ما زال ما كتعرفي خويا، يحرق قبيلة وتجيه قليلة. سحر بقت كتشوف ورجليها كيتهزو بالتوتر. وصل سيف عند يحيى وقال له يحيى حبس. يحيى تصدم وقال اش كدير انت هنا؟ احتى انت معاهم، احتى انت كنتي عارفها هنا وساكت وداير فيها كتقلم معانا. قال له سيف الدين وزن هدرتك وعرف معا من كتهدر
وبدل ساعة بخرى يحيى. يحيى قرب من سيف وهدرت تحت سنان، قال له وإينا ما وزنتش كلامي. أشنو مشات نادية بانت لك في مراتي؟ قال له يحيى ما بغيتش ندير فيك راسي، وزن هدرتك يحيى. وهو يقول له اسمع، سير في حالك وديها في مراتك اللي عالم الله اش كدير موراك، واعطيني التيقار. ما جا فيني كمل هدرته، احتاجته لكمة في وجهه خلاته طايح في الارض مغيب. شاف فيه سيف الدين وتخطاه ودق في الباب وعيط بسميتها، وشريفة غير سمعت صوته وهي تحل الباب وتلاحت عليه دون وعي مع نقاه وكتبكي. سحر شافت سيف تعطل وخرجات تشوف اشنو واقع، احتكت تشوف شريفة مع نقاسي وعات على راسها ورجعت اللور وجهها احمر وقالت اسمح لي ولكن كنت خايفة. الله يخليك ما تخليهش يديني، غادي يقتلني عافاك. قال لي سيف الدين تحركي. زادت قدامه حتى وصلوا للطوموبيل. سحر بقات كتطلعها وتنزلها حتى ركبات، وهو يقول سيف الدين انزلتي؟ قالت له لا. قال لي ها الصمتة؟ قالت خنقاتني، ومدات ايدها باش ديرها ونطراتها بالجهد حتى تعكسات ليها وهي تقول تفو انتي اللي كنتي باقا ناقصاني. قرب ليها سيف الدين وجر ليها فمها بالجهد حتى غوتات، وهو يقول تعاودي تقولي تفو نطيرهم ليك من بلاصتهم. قرب حداها وهو كيشوف عينيها وهي ما نزلاتهمش، جر الصمتة ودارها وصار كتبتاسم اللون، وشريفة كتشوف وكتقول سعدات ساحر اللي عندها راجل بميات راجل. وكثير سيف القصر وفي الطريق عيط على ناصر باش يمشي يهز يحيى من تما، قال له إلا فاق يديه لدارو وإلا كان مغيب يديه للكلينيك، عارف راسو الدقة اللي عطاه تقدر دير ليه ارتجاج في الدماغ. لحق سيف الدين ملاكم قبل من أي حاجة وكيعرف فين يضرب. هاد الهواية كانت عارفها غير نادية الله يرحمها وصار. وصلوا للقصر ومع الدخلة عيط الأب ديال سيف، قال سيف الدين سحر طلعي شريفة الفوق وخليها معاك في البيت. قالت له سحر بيتي جالسة فيه خالتي. ابتسم سيف الدين وقال غي قدكم كاملين ما تخافيش، وغمزها وزاد ومشى عند باه باش يشوفه.